طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا بدعا لله داع. طلع البدر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في فاتح محرم الذي يهل علينا بعام هجري جديد، ومعه ذكرى من أعظم الذكريات، ذكرى غالية وذكرى عزيزة على المسلمين، وهي ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وتعود الناس كعادتهم أن يملأوا هذه الذكرى خطبا ومواعظ ودروس يتحدثون حول معانيها وأحداثها وعبرها، حتى أصبح الكلام فيها في هذا الحادث أصبح مستنسخا من عام إلى عام. وإن كان الوضع قد تغير في هذا العام في زمان هذه الجائحة، لكن لا بد من ذكر ما يتعلق بالمناسبة، كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. وكما هو معلوم أن الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها تودع عاما هجريا من تاريخها، وتستقبل كذلك عاما جديدا، وإنها لمناسبة لإحياء أهم حدث في التاريخ، وهو ذكرى هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وذكرى هجرة الفاتح الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم، هجرته من مكة بلده الأصلي إلى المدينة المنورة، المدينة التي تعتبر القاعدة الكبرى للإسلام، حيث أعز الله فيها الإسلام ومكن فيها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لقد كانت الهجرة النبوية أمرا إلهيا، وكانت إذنا مبينا من الله سبحانه وتعالى. لم تكن الهجرة كما يتوهم بعض الناس، لم تكن فرارا ولا خوفا ولا هروبا، بل كانت استمرارا للدعوة والتبليغ، بدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المدينة برعاية وأمن وحفظ وسلامة من الله سبحانه وتعالى. والصحابة رضوان الله عليهم عرفوا أهمية حدث الهجرة، فاتخذوه بداية للتاريخ الهجري. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتخذه بداية لتاريخ السنة الهجرية، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم اتخذوه منطلقا وبداية لتاريخ الأمة الإسلامية جمعاء، أي جعلوه نقطة تحول في حياتهم، لأن الهجرة النبوية لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان فقط، وإنما هي مرحلة جديدة انفتحت بفضلها آفاق جديدة، وانحلت بسببها أزمات مستعصية، ودخل الناس بسببها في دين الله أفواجا. وعلى الرغم مما قيل فيها، فإننا لازلنا بحاجة ماسة إلى البحث والنظر والتمحيص في معانيها وأحداثها ومضامنها، بحثا عما يساعدنا في بناء كيان الأمة المسلمة، الأمة المسلمة على الخصوص، وكذلك الأمة الإنسانية على العموم، لأن الرسالة جاءت لعامة الناس. حدث الهجرة النبوية هذا ينبني على قيم رفيعة، وهذه القيم لا تفيد المسلمين فحسب، لكنها تحقق الخير والنفع حتى لغير المسلمين، كيف لا، وصاحبها
الرسول المعصوم قد شرفه الله برسالة أساسها الرحمة وأساسها الخير والعطف لجميع الناس. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بهذه الشمولية تبرز تلك القيم الإنسانية الرفيعة، ويبرز ذلك التعايش والتوافق والتلاحم بين أطياف المدينة المنورة، بين مسلميها ومسيحييها ويهود، فكان بينهم تعايش وكان بينهم تعامل وتلاحم. وهذا تأكيد لعالمية الإسلام في دعوته القائمة على مبدأ التعايش بين المجتمعات كيفما كانت ديانتها. أخيرا أقول: هكذا ينبغي أن نتعلم من الهجرة النبوية، وينبغي لنا كذلك أن نحتفل بها ونعلمها أولادنا ونساءنا وشبابنا. ينبغي ألا تمر علينا هذه الذكرى ونحن منشغلون وخائفون بهذه الجائحة التي عمت الأرض، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعها عن الإنسانية جمعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.